تحرك رسمي آخر ضد تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني حول قضية التعديل الحكومي وحقيبة الوزارة الأولى التي ظل سعداني يؤكد بأنها ستكون أفلانية. إسقاط تصريحات سعداني أتى هذه المرة من رجل رسمي يعتبر من أهم القياديين في الأفلان، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الذي كشف بأن السلطة الحصرية في تعيين الحكومة الجديدة تعود إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دون سواه، ويحق له اختيار الشخص الذي يراه مناسبا حتى وإن لم يكن من أحزاب الأغلبية، عكس ما حملته خطابة سعداني الأخيرة التي كان عنوانها أفلانية الحكومة الجديدة. التعديل سيكون في صالح الأفلان. دونك لا كونسلتاسيون دو لا ماجوريتي parlementaire est mal interprété. Cette disposition qui n'a jamais prétendu que la majorité décide à la place du président, donc personne ne peut s'arranger pour décider à la place du président. Donc c'est le président seul qui décide de vrai un remaniement. Donc personne d'autre ne peut décider à sa place. الطرح الذي قدمه طاهر خاوة خلف ردة فعل قوية داخل الحزب العتيد. نواب الأفلان اعتبروا بأن خاوة قد وقع في المحظور واختلطت عليه خيوط المسؤولية. احنا بالنسبة لنا اليوم قرارات السيد الأمين العام وكلام السيد الأمين العام احنا كنواب ملتزمين به، وهذا تدخل في الصلاحيات تاع حزب جهة التحرير الوطني. احنا كنواب الأغلبية داخل المجلس الشعبي الوطني احنا مع كل قرارات والتوجهات تاع السيد الامين العام ورئيس الجمهوريه، وتبقى بعض الوزاره اللي حوسوا يدخلوا اليوم في جبهه التحرير الوطني احنا بالنسبه لنا رافضينها تفصيلا وجمله وتفصيل. وهذا اللي راهو وزير العلاقات مع البرلمان، احنا بالنسبه لنا نواب تاع جبهه التحرير الوطني ماهوش هذا الوزير اللي يمثل جبهه التحرير الوطني. تبقى بالنسبه للقوانين العضويه هنا داخل المجلس كاين قانون، بيكون قانون العضوي بيكون يصدق عليه النواب. ضربة جديدة تصوب نحو تصريحات سعدان وبقوى رسمية صديقة، فبعد بيان الرئاسة هو أحد أعضاء الحكومة الحالية ينفي فتوى زعيم الأفلان في مسألة الحكومة الجديدة، ويعتبر بأن سعدان وأحزاب الأغلبية لم تفهم الدستور جيدا، فكل ما تم تداوله حول قضية ضرورة أخذ بوتفليقة برأي الأغلبية البرلمانية مجرد تخمين سياسي لا أكثر ولا أقل، فالسلطة الأولى والأخيرة هي لبوتفليقة وحده.